السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يخرج علينا بين الفينة والأخرى بعض المتطفلين على هذه الدعوة، يصرحون بتصريحات ويفتون بفتاوى ويقولون بأقوال مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة. ومن هؤلاء الناس المتطفلين على هذا الدين هو المدعو وسيم يوسف، خرج علينا بفيديو يقول لا يوجد شيء اسمه الفرقة الناجية. نسمع ثم نعود. اسم فرقة ناجية أبدا، الفرقة الناجية هم أهل الإسلام كافة، كل من قال لا إله إلا الله غفر الله له. صح، علمت؟ أما تقول لي والله فرقة ناجية هم السلف هم كذا وباقي المسلمين وباقي هذا، هذه أولا فيها نوع من أنواع التزكية، ثانيا فيها تكفير للفرقة الثانية، هم في النار، حكموا عليهم في النار. لا يوجد شيء اسمه فرقة ناجية أبدا. الذي ينجو من هو؟ الذي تغمده الله برحمته. من الذي ينجو؟ الذي يغفر الله له. من الذي ينجو؟ الذي يدخله الله الجنة. لكن أنت لما تقول فرقة ناجية يعني أنت نجوت في الجنة خلاص؟ طب ارجع للحديث، كلها في النار إلا واحدة، من يرمى أنا عليه وأصحابي. على ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو على ماذا؟ على ماذا؟ قال القرطبي الإسلام، قال الحسن البصري الإسلام، بمعنى ما أنا علي المسلمين المؤمنين، مو الذين أشركوا، مو اللي يعبدون قبر ويسجدون للقبور، واللي حرفوا دين الله ويتوسلون بغير الله، واللي اتخذوا دينهم شفاعات وكذا وأشركوا بدين الله. فهم قال النووي والقرطبي على ما أحفظ، القرطبي متأكد، لكن قالوا هم جموع المسلمين، ما أنا عليه وأصحابي هم على النبي صلى الله عليه وسلم. أي الإسلام؟ إيش رأيك؟ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، القرآن والإسلام. أما أنت تقول والله السلف، لا مو هم. سمعتم هذا الهراء؟ طبعا كلام الأول يناقض كلام الثاني، لأنه في الأخير قال أنه ليس هذول الصوفية اللي يطوفون بالقبور وكذا وكذا. طيب ما هذول اللي يطوفون بالقبور أيضا يقولون نحن مسلمين، يعني كيف نعرف أنهم على حق أو على باطل؟ هاي نقطة. والنقطة الثانية يقول أنت عندما تقول الفرقة الناجية يعني زكيت نفسك. طيب ما المانع أن أزكي نفسي؟ ما هو المحظور من أن أميز نفسي من بين كل هذه الفرق الضالة المنحرفة التي خرجت في الساحة؟ نعم أنا مسلم عندما لا يوجد هناك شيء اسمه الروافض اللي يسبون الصحابة ويطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها ويقولون بتحريف القرآن. نعم أنا مسلم عندما لا يوجد هناك شيء اسمه الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويكفرون صاحب الكبيرة. نعم أنا مسلم عندما لا يوجد هناك الجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل. أيضا أنا مسلم عندما لا يكون هناك الصوفية الذين يستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله، وكل الفرق الأشاعرة المعتزلة المرجئة. فإذا كيف أنت تعرف أنك على منهج حق بمجرد أن تقول أنا مسلم؟ مسلم تتبع إيش؟ راح يقول لك أنا أتبع الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهمك أنت؟ لا، بفهم الذين عاشوا وقت الكتاب والسنة وهم الصحابة. إذن هؤلاء هم السلف، السلف الصالح. ثم من؟ ثم الذين تلقوا العلم عن الصحابة الذين هم التابعون. ثم من؟ ثم أتباع التابعون. ما الدليل؟ الدليل خير الناس قرني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن هذه السفسطة وهذا الكلام لا يقوله إنسان فاهم أصول وقواعد أهل السنة والجماعة أو حتى فاهم الإسلام، فاهم الدين. لا يوجد شيء في هذا الزمن تقول أنا مجرد مسلم، لأن الكل يقول نحن مسلمين. ثم تقول أنه تزكية، ما المعنى أني أزكي نفسي؟ طيب معناته أنه أيضا لا أقول أنا مسلم، قل أنا أؤمن بالله وخلاص. أي إله ما ندري، إله اليهود، إله النصارى.
لأنني إذا قلت مسلم معناته زكيت نفسي مقابل من؟ مقابل اليهود والنصارى الذين يدخلون النار، لأنك قلت أنه معناته باقي الناس كفار. أولا لا يلزم أن يكونوا كفار، لا، فيهم كفار وفيهم مسلمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. العلماء استنبطوا من هذا الحديث أن هناك فرقة اسمها الفرقة الناجية، باقي الفرق ليسوا كلهم يخلدون في النار، وإن دخلوا النار حال حال أهل المعاصي على قدر ذنبه ومعصيته ثم يخرج. فأنت لا تقول أصلا أنا مسلم، ليش تقول أنا مسلم؟ لأن عندك اليهود، عندك النصارى، مساكين هذولا، أنت تزكي نفسك مقابل هؤلاء الناس. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث وهم أهل الأثر. يقول الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقال البخاري: هم من أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال العياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمعوا المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. بارك الله فيكم.